السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم الحلقة الرابعة من غانز جرو. الحلقة الرابعة، آخر مكان وصلنا هنا، هذا آخر مكان إن شاء الله. نفس الحلقة هذه فجرت نفسي قبل غثيث هنا. أوكي، هذول العسكر اللي اخر مره شفناه. طيب وين نروح؟ ننزل تحت. والله ذاك تعرف توصلني. انقلع انقلع. طيب نجي هنا، في الغثيث هذا يحذف. اوه معي حق النار، حلو نستخدمه. لا انزل انزل. لا يا كثر اللي حدف، شوي شوي يا طيب. ما فجرت خويك معك وانت رايح. اوكي هنا في دم، خلنا ناخذ الدم، خلنا ناخذ الدم بسرعه قبل نموت. موت واللي بعده. اوكي في هذه يعني في العملاق صح؟ اكيد ما يحطوا لك هذا الا في العملاق. خلنا بس نتجهز. اخيرا مات بسرعه، لان كنا في مكان نسمع بس صوت في واحد ثالث او ثاني. يا اخي ارفع ارفع انقلع، تعال انقلع الحين. تخيل زي هذا ينقص دمك. والله حرام يا لان شكلك سوبرمان هذا. ماتوا؟ يب ماتوا. اوكي اوكي في ديناميت هنا وفي حقنا خيانة. ما عليك ما عليك، الحين اساعدكم. لا تخافوا لا تخافوا، انا هنا يسموني المساعد. بيجون كثار اكيد. اشوف القلب اللي هنا من ياخذ لين احس اني بموت وارجع اخذ. متى تحس انك تموت؟ الحين يا خبل موت. لا ما الحين، ما عليك ماني ميت، لا تخاف ما موت. الحين حريف تركين الوضع، مضبطين الوضع وكل شيء تمام. الحين اخذه. شفت؟ شوف اللي تحت، يا حرام كسر خاطري. واجلس لبكرة وزي كذا. أساعد ما تقول لي شيء، خلني أساعدك. ترى إن طحت مت يا خبر، ما خلني أساعدك. كيف كل اللي قال لا؟ أنت ما سمعته بس أنا سمعته. أوكي أحس إني لازم أنزل له. يب. طيب عشان يحملون الخريطة. اوكي نفتكنا من الزومبي، شافني طيرت راسه. وش السلاح اللي معي؟ السلاح اللي معي مسدس قوي، احلف والله ما يستاهلون يستاهلون. يب هذا اللي يستاهلون، تنسات عيدية. في سلاح هناك شوفه. يلا بسم الله. والله مو سلاح رجال.
من الرشاش. طيب وين نروح؟ تحت تحت. واحد عنده فاسلحة. ايه هذول فاسقة يا اخي، حرام عليك تحذف بالاسلحة، تشرينهم بفلوس تحذفون. عن شكله والله صيوب. ما في دم؟ لا. يا غثيث القوي، القوي هنا. Let's give him what for, guys. معي شاتقة، معي شاتقة. عن شكلك. إيه كل الزوم بتقفز. إيه كفو، كفو تكفون. حبيبي لعبت فيك. تلعب في الزومبي مسكين. لا مو مسكين. اوكي في قلب هنا يا حبيب، في قلب هنا. شو ناخذ هذا؟ من فوق من فوق من فوق. الله، ها شو ناخذه؟ اوكي كسرنا حق القطار. انفجر انفجر تقول. ايه غير ما يموت لو تنفجر، بس على الاقل نقصت شوي من هيلث. هذا يقرب للي قبل شوي اللي لازم ما ارضي. الله يقرب له متأكد انا. خلاص ما معاي نار. لا راح يجونك كثير، هلا باللي يجون. لا 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 المسدس هذا ما عندي كله. شوف زومبي ذكي هذا يا اخي، انقلع. زومبي ذكي ما يطيح وسط الحفرة، يدري انها حفرة. خذنا لنا خلاط يا شباب، خلاط. لحظة احنا نستخدم هذولين عشان شفتوا حركات. واحد هتلر موجود. ايش عنده هتلر؟ معاه سلاح قوي. سلاح هتلر معي. عطني هذا. نقتصد احنا في الاسلحة، لازم الواحد يقتصد في الاسلحة. ما يدري وش يلقى قدام، ممكن يلقى له ديناصور. يمكن يا اخي لعبة فيها ديناصورات، ما تدري. زي ما الحين في هتلر يمكن. لا 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 ما بيموت. لا ان شاء الله من عند هتلر. شلون قبل شوي بس وحده، شلون صاروا كلكم؟ صاروا كلكم، صرتوا كلكم. اوكي في الخلاط، خلنا ناخذه. يا اخي لا احنا مستخدمين خبل انت. اوكي فجر هذا ما بنقدر. ذا في المسيكين هذا. يا اخي انه غبي مرة. اللعبة فيها اغبياء، الناس اغبياء، بس الزومبي ذكي عكس. الناس تشوفه واقف فوق هذا، يدري انه بتطيح عليه هذا، وتشوف واقفين عند البرميل يدرون انه بيتفجر، بس عادي. ما انت غبي، شفت انت زي غبي، ما انتظرت لين يجوع عشان تذبحه. يا اخي اقولك عاد اللي مسوي اللعبة كذا مخلينا اغبياء. هذا نبي اي هذا. هلا بالعيال طيرت روسه كله. في شي هنا؟ ما شفتك.
بعد يرفس يا حبيبي. اوكي لا تحت تحت يا حليلة. يذكروني بلعبة كانت قديم مدري على بلايستيشن 1 اتوقع بلايستيشن 1 كان زي كذا بس ما كنت كنت اختار تبي رجال او في بنت وفي على قطار كلا رمي كلا رمي تفجير ما ادري شو اسمها والله اللعبة لكن نفس النظام زي كذا. ها شلون تعلق بسم الله الرحمن الرحيم تعلق ما تلاحظون ما اعطونا الحين ولا دم الطيب عند ذكرى. هلا بالغثيث هلا تعب 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 ابسو فيك حركة. اوكي ما راحوا الشاتنج خلصت يب عطني رشاش. هذه مدينة اذبح مني يمدي ليش ما يمدي خلنا نفجر كنور ما قلت كنور مدري ايش عاد والله المرحلة هذه طويلة مرة لكن اتوقع لازم نستخدم الخلاط. ايش خفت؟ لا ما خفت بس مو خلاط هلا خلاط انت استخدمت يب استخدمت الار بي جي نيت برابروم نيت برابروم. يا انا انت اي ما عندي أنا. طيب شلون اخذ اللي انا نحتاج اوه سلاح جديد اصمع. يلا عد عد تاه خبل لا تفجر يا قبل خفت انه يفجر بس نبحك عادي اهم شيء انه يفجر. اوكي في هنا خلنا ناخذ يا هرشة لا 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 تكفى 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 لا تذبحني سكر الباب بسرعة. عطني رشاش في هذا خلنا نستخدم رشاش. والله انه ذكي رمى اللي فوق بسم الله يروع راسه واقف من عندي. عزلنا النيب لا ترمي خبل انت ايه شوف الحبيب جالس بستخدم عليه من شهر من زمان ما استخدمته تعال. يلا في واحد غثيث هنا يرمي
مش كمان اشوف انا هذاك وشفته. اوكي طلع راسك. ايزي بيزي يا خزين. في ثاني. اوكي طلع راسك. في احد الخزين يستمون بامكانات بعض. طلع راسك. في احد. اوكي الحين اخذ راحتي. ابا افرم هذا. يس في قلب خابرة فوق صح؟ بس ما يخلونك تاخذه. تكوى. شوف شوف الحركة. وش الحركة هذه؟ بغيت تموت يا خبل. هذه حركة. بجرب لك هذا. ياي يا ابوي هذا السلاح. تعال لا تعال تعال. حلفت انك تجي. اخي ما يفيد مع اي سلاح. عطنا الشوتجن. شوف شوف. خبل والله غبي. أم المسدس هذا مرة خطير. لا انت ما اخذت هذيك. تو شوفه. لحظة لحظة اجيك 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 اجيك. لا ما في شيء هنا. وين انت بس شفتك. دنمت يعني فيه هجوم كثير. فهمت نظام اللعبة. يلا نشغلها راح يجونا هجوم كثير. لا اشوى على بالي بيجون هذول اكثر. يلا يلا اللي بيجي بيحترق. باقي ثلاث وجوك اكثر من ثلاث. اخيرا يس يس. في قلب هنا. في اسلحة شي فوق. لا معك رشاش قوي والله. كلا شوفوا الغبي اللي فوق اللي معاه ار بي جي. ركز ركز فيه. تعال. لا طاحت منه. والله لو ارسل ار بي جي علي. يعني هذا ما حس بخويه مات ولا مسوي نفسه ما يدري. يا حيوان اطلع. ما ادري وش تقول لكن لكن بتموت سندي. في شيء هنا احتاج الى دم. في حقة نار شيء جميل. بس هذول ليس شيء جميل. ليس شيء جميل. فين تجي هذه؟ ما ادري والله لا تسألني. ثانك يو. في قلب هنا. في احد بيروي. لحظة انا بروح فوق. اوه
شفتك شفتك شوف 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 الفن شوف الله يا غبي انت ما قلت المدير كل الحين يعطيك سلاح الناس كلها اسلحه انت جايين مفك ايش ذا اخبار الو شلون نروح عن تحت خلني اعبي الرصاص هذول حقين توقع حقين الحرب العالمية اللي مدري كم او ماي جاد لحظة ارقدوا كلكم راح تشربون النار كلكم تشربون النار اوكي عشان ما حد يسأل بقى حد ان شاء الله خلصنا المرحلة يس في عرض احرق Make a freaking move. You with the freak show. What the hell's going on here? You're talking to me? You see any other guy dressed up like a freaking nightmare around here? What's what? With the stealing of those barrels with that zombie poison? I'm telling you right now, that's a bad idea. So what are you monkeys doing? There's only one monkey here, Mr. And that is you. How the hell do you know my name? You don't get it, little man. You came straight to this place, just as we have planned. We have special plans with you back in Germany, so there's no need for violence. If you just come aboard quiet. Oh yeah? You better have a freaking army ready if you want to put me and that thing alive. Ever heard of the Wehrmacht? We got about a zillion soldiers. Nazis, take him! يعني هذا جايبين عشان يذبحني. عليك نذبح حنا قبل تذبحنا يلا 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 يا حمار لا تضرب اوكي فشل فشل ذبحت اللي جايبين ما ادري قلع غلطتني من قبل شوي صدق المفروض يعطونك الحيوان اللي رمى من اللي ما يستحي على وجهه ارميجي انا باغي ارميجي ترى مسدسك هذا شلون تفاهم معه انا اقول لك شلون خليه يجي تصدق توقع هذا الزعيم هذا الزعيم راح نوصل عند الزعيم اها احلى شيء انك يمديك تشوف الرصاص وهو جايك عشان يمديك تهرب عنه هذا احلى شيء يب اللعبة واقعية جدا شوف الرصاص يجي بالواقع تشوفه أوبا عليك من أحسن شيء بعد تشوفه زي كذا تشوفها ثنتين مرة طيب أنت هتموت الله يا ولد إني بموت الله يستر شكله ما فيه هيلث فيه حاول بسرعة تروح تاخذه عند الغزير اخيرا خلنا ناخذ هذه يا حيوان وش صار؟ لا تقول انها رشاش يبقى انها رشاش
نحتاج إلى هذه لو سمحتم. لازم. كنت حاف. حتى انا اقدر ارميكم بس انت قويين وانا قوي. فانت قويين وتقوي ما ادري لكن ذاك شلون اذبحكو. والله مشكلة. لازم في حركة نذبحه فيها بسهولة. اوكي متنا متنا متنا. لا والله ما مت يا خبي ما مت. شلون I don't know. والله على بالي مت. اوكي عطني الرشاش هذا. لحظة ترمي الا انت متأكد عشان ما تخلص الرصاص. هذا كسرنا النار. متت يا راي. اوكي 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 يعطوك اسلحة يغرونك في البداية بس انت لازم تفهموا شيء. عطني هذي. انزل 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 يلا خذ. نفهم حركاته اهم شيء زي كذا. درسنا حركاته خلاص ايزي بيز. او ماي جاد يبقى نجي هنا. انتبه لا تموت انتبه بس. والله سهلة 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 يا شباب بس يبقى تنتبه انت ما تموت. كيف انا سهلة اذا ما مت. لا اقصد يا شفت فضا الحين تفجر الحين هذا يروح بيها. بعد ما يعطونك هيلث هذه المشكلة. ما يصلني النار ولا يبا ذا عم تكسر. حاول تهارب. يس شف درسناها صح. الحين هذا يجي لا هذا الحين يموت. يس فجرناه بس ان شاء الله احنا ما نموت. لازم تنتبه. فجرنا الاول. طيب طيب ننتبه بليز انتبه. وهذا الحين شو تفجر. باقي لها كم ضربة. وتفجرت النار بس باقي هذا. وهذا هو حلو. حلو حلو يمدينا نشوف الرصاص. امورنا طيبة بس لا تموت.
انت بنت من الرصاص ما عليك. ها مات انت بنت به الحين موت الحين وجه واحد لا يبقى صوب صح. يس ذبحنا. طيب اعطونا هيل احنا رامبو رامبو ما عليك. اوكي خلصنا نشوف فيلم العرض. Tangled with half a freaking battalion of Nazis who are working with this Dark Dawn. Don't know what those weirdos want me for, but I ain't gonna sit here and do nothing about it. Yeah, you's right. We should fly to Europe and kick their asses. You serious, Joe? You do know there's a war going on there, right? Forget about it. You ain't gonna let these bastards get away with this, right? Crap, this thing's getting out of hand here. Listen, I got an old beat-down B-17 in the hangar that could make the trip to Europe easily. We gotta move fast. طيب لما تجي تحرمني. Alright, let's do it. خير اضطرنا من نيويورك الى وين رايحين؟ ما ادري وين رايحين طايرين كل هالمسافة. تقرع فرنسا صح؟ Gotta be kidding me. Vinny, look, the Allies are landing on the beaches of Normandy. We're hit. I don't know how long I'll be able to keep this thing in the air. You're gonna have to jump, Vinny. Well, at least I won't die alone out here. يلا تهجر طيارة. يلا يلا طبون يلا. يلا طيح. أهم شيء الكاب ما يطير. اوف صرنا بسفينة. او ماي جاد شكلنا عندهم يذبح وكذا مح وصاير. اوكي يا شباب ابوقف هنا ونكمل الحلقة الجاية. لا تنسوا تعطينا لايك وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك وان شاء الله نشوف في حلقة جاية. كان معكم فايز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.